أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار. مساء الخير. قبل الدخول في مقدمة النشرة، نشير إلى حادث أمني عنيف في منطقة التل في طرابلس، حيث أطلق مسلح عددا من القنابل اليدوية على وحدة من الجيش اللبناني كانت في مهمة ملاحقة عصابة من المجرمين المطلوبين وقوامها 5 مسلحين، وقد أفيد عن جرحى في صفوف الوحدة العسكرية. ظهر غد ينتخب مجلس النواب الرئيس نبيه بري رئيسا للبرلمان للمرة السادسة، في وقت تميل كفة انتخاب نائب الرئيس للنائب ليل فرزلي، على رغم تحرك حزب القوات اللبنانية في اتجاه انتخاب النائب أنيس نصار. وما زاد من رجحان كفة الفرزلي هو أن تكتل لبنان القوي أوفد نوابا إلى الرئيس بري ظهرا وأبلغوه بإيجابية قرار التأييد ككل. هذا البلاغ الذي تم عصرا بعد اجتماع التكتل اجتزاؤه أو استلحاقه بالنسبة إلى انتخاب رئيس البرلمان إذا صح التعبير. فقد أعلن الوزير باسيل من الرابي ترك الحرية لأعضاء التكتل في خيار انتخاب رئيس البرلمان بين الاقتراع للرئيس بري وبين وضع ورقة بيضاء، مقرا في الوقت نفسه باحترام خيار الطائفة لمرشحها القوي. أما كتلة الوسط المستقل برئاسة ميقاتي فقد أعلنت منذ بعض الوقت أنها ستقترع للرئيس بري. كتلة المستقبل الأنيابية لها التوجه الواضح فيما يتعلق بالرئيس بري رئيسا للبرلمان، لكن لها توجها ربما نحو اقتراح القوات لنصار نائبا للرئيس. رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط من جهته حرص قبل اجتماع اللقاء الديمقراطي مساء اليوم على زيارة بيت الوسط، حيث انعقد الاجتماع الموعود مع الرئيس الحريري. وأعلن جنبلاط أنه سيوصي اللقاء الديمقراطي بالاقتراع للرئيس بري وبالاقتراع للفرزلي نائبا للرئيس بحكم التاريخ الطويل في العلاقة بين بري وجنبلاط الذي سيسمي الحريري لرئاسة الحكومة. اللقاء الديمقراطي في اجتماعه مساء اليوم يؤكد على قرار رئيسه وليد جنبلاط في انتخاب بري رئيسا لمجلس النواب وترك الخيار بالنسبة إلى الفرزلي نائبا له. وسط كل ذلك، الرئيس سعد الحريري الذي لفت إلى أن العقوبات الأمريكية على حزب الله لن تعوق تأليف الحكومة، لا بل تسرع في التأليف. يجري الحريري حسابات التأليف الحكومي وهو سيكلف مطلع الأسبوع المقبل بعد استشارات ملزمة يجريها رئيس الجمهورية العماد عون. المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت مذكرة تتضمن ما يأتي عطفا على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور، ونظرا إلى بدء ولاية مجلس النواب الجديد، دعا رئيس الجمهورية الحكومة للاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تؤلف حكومة جديدة. طلب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال مع بدء ولاية مجلس النواب واعتبار الحكومة مستقيلة، وذلك ريثما تشكل حكومة جديدة. هذا ويقيم الرئيس عون غروب يوم غد الأربعاء إفطارا رمضانيا في قصر بعبدة، دعي إليه أركان الدولة ورؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والوزراء والنواب الجدد ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، إضافة إلى كبار الموظفين. وسيلقي الرئيس عون في نهاية الإفطار كلمة يتناول فيها الأوضاع الداخلية والتطورات الراهنة. الرئيس عون استقبل وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري الذي أطلعه على انتهاء الأعمال كليا في مبنى المكتبة الوطنية في الصنائع والجهوزية لتدشينها تمهيدا لبدء العمل فيها. واستقبل الرئيس عون سفير إيطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي الذي أشار إلى أن إيطاليا سوف تقدم إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي تجهيزات يحددها لبنان بقيمة 2,400,000 دولار أمريكي، إضافة إلى زيادة الدورات التدريبية التي يتولاها مدربون إيطاليون. واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جون فهد الذي تداول معه في مسار العمل في المحاكم وعمل معهد الدروس القضائية والمجلس العدلي. وشكر القاضي فهد الرئيس عون على استكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى بتعيين 7 أعضاء فيه انضموا إلى الأعضاء 3 الحكميين، أي رئيس المجلس والمدعي العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
الرئيس عون استقبل الوزير السابق بهيج طبارة. إلى ذلك منح الرئيس عون للبروفيسور فريد جورج متري وسام الأرز الوطني من رتبة كوماندور تقديرا لعطاءاته وأبحاثه في المجالات الطبية والعلمية والذرية والنفطية. الرئيس عون أكد حرصه على منح أوسمة التقدير لكل مستحق وتشجيعه العلم والأبحاث العلمية التي هي مصدر تقدم الإنسان وتطوره. رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع الأول لكتلة التنمية والتحرير، وبعد الاجتماع أكد الأمين العام للكتلة النائب أنور الخليل أن الكتلة رشحت الرئيس بري لرئاسة المجلس النيابي، وكان الرئيس بري قد هنأ النواب بالثقة التي نالوها في الانتخابات، كما قدم التهاني إلى اللبنانيين عموما بمناسبة شهر رمضان المبارك. واستهلت بعد ذلك الكتلة اجتماعها بترشيح دولة الرئيس بري لرئاسة المجلس النيابي، ثم بحثت شؤونا وطنية وبرلمانية، واختارت الكتلة النائب إبراهيم عزار نائبا لرئيسها، وجددت للنائب أنور الخليل أمينا عاما، وقررت ترشيح النائب ميشيل موسى لعضوية مكتب المجلس، كما قررت عقد اجتماعات أسبوعية دورية لبحث القضايا المطروحة على جدول أعماله. وفد من تكتل لبنان القوي التقى الرئيس بري وشدد على ضرورة التعاون في المرحلة المقبلة وعلى فتح صفحة جديدة. وفد من تكتل لبنان القوي ضم النائب إبراهيم كنعان والنائب الياس بوصعب والنائب ألا عون زار عين التين للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري للتداول في آخر المستجدات والبحث في مرحلة ما بعد الانتخابات. النائب كنعان نقل عن الرئيس بري نيته التعاون في المرحلة المقبلة لما فيه إنجاح المؤسسات. نحن مثل ما وعدنا، الإيجابية ستكون سمة التعاطي في المرحلة المقبلة، واليد ممدودة للجميع لتعاون مثمر، تعاون بأمن المصلحة الوطنية ونجاح هذا العهد. فدولة الرئيس أكد بشكل واضح مثل ما كان عم بأكد سابقا بأنه التعاون هو يعني أكثر من ضروري، والاستعداد عنا وعنده موجود وهو جدي، وسيكون إن شاء الله لمصلحة المؤسسات ومصلحة عملها. نحن متجهين إلى مثل ما قلت ومثل ما ذكرت إلى تعاون، فخامة الرئيس إرادته واضحة وعم يحكي للكل مش بس لقلنا نحن بذات النفس، وكذلك الأمر رئيس التكتل الوزير بسيل مثل ما سبق وقلت عم نحكي بصفحة جديدة، وعم نحكي بتعاون مع كل القوى السياسية وخاصة مع رئيس مجلس النواب. بوصعب أكد بدوره أنه غير مرشح لمنصب نيابة رئاسة المجلس النيابي، مشيرا إلى أن التكتل هو من يأخذ الموقف الرسمي ويعلنه. وأنا قلت لهم ماني طارح نفسي على هالموقع، التكتل اليوم بيأخذ موقف رسمي وبنعلن نحن مين رح منكون مرشحين أو داعمين لنيابة رئاسة المجلس النيابي. أنا حسيت من أول نهار أنه بقدر أعطي بأماكن أخرى. اليوم أنا أول مرة عم بعمل نايب، هي أول دورة، والشغلة منا هيك الواحد بس لا يأخذ موقع لازم يكون طامح لإله. وكان الرئيس بري قد التقى النائب أنيس نصار الذي أكد أنه لم يبحث مع الرئيس بري في موضوع منصب نيابة رئيس المجلس، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا زال مرشحا لنيابة رئاسة المجلس. التكتل صوت، وطبعا كل واحد كان عنده رأيه، صوتوا وكانت الأكترية أنه نحط ورقة بيضاء، ولكن كان في تركيز أنه سواء ورقة بيضاء ولا ورقة غير بيضاء، الدعم موجود لدولة الرئيس بري وما بيغير شيء، لأنه العلاقة استراتيجية بين القوات اللبنانية قبل ما أنا أكون نائب القوات اللبنانية، أيام اللي كانت القوات بالحبس كان في علاقة مع الرئيس بري، ولغاية اليوم هي موجودة، ما في شيء بيتغير. ومن الرابية عصرا بعد اجتماع تكتل لبنان القوي أعلن الوزير جبران باسيل ترشيح النائب ليل الفرزلي نائبا لرئيس المجلس، كما اخترنا النائب ألا عون لأمانة هيئة مكتب، وترك شرح طريقة التصويت للرئيس بري بحرية الاقتراع للرئيس بري أو بوضع ورقة بيضاء. معناتها نحن أمام نكون رفض مسيحي كبير لخيار شيعي كبير باختيار لرئاسة المجلس النيابي
الرئيس القوي، رئيس المجلس القوي يلي مختارينه اغلبية الطائفة الشيعية، وهيدا امر ما فينا نتجاهله، وهيدا امر ما في التيار بضحي بكل شيء التيار تما يمس بالمسائية وتما يخدش ويقلل من احترام خيار مكون اساسي بالبلد. اكتر من هيك بدي اقول التيار دفع اثمان كتير كبيرة تما يعزل طائفة وتما يقبل بعزل طائفة باكملها، مش نحنا يلي منحط طائفة بهيك موقع بخياره. اذا كان هيدا خياره، نحنا حراس المسيئية، نحن نرفض عزل الاخرين، وثلاثة نحنا نقبل بخيار الاخرين، ما فينا نفرض عليهم خيارات لو ما يمكن ما بتعجبنا، لو عنا موقف، لو عنا خلاف، انما مضطرين انه نحترمها. وعلى هيدا الاساس وبين هالطرفين هودي التماثل ومبدئية الموقف من جهة والمسائية من جهة تانية، قررنا بالتكتل اليوم بعد النقاش اللي صار ان نترك الحرية لأعضاء التكتل بانه هن يصوتوا بالطريقة يلي يردوها بين الورقة البيضاء وبين التصويت لدولة الرئيس نبيه بري. أحييكم مجددا. في بيت الوسط رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الاجتماع الأول لكتلة المستقبل بعد الانتخابات وفي حضور نواب المستقبل المنتخبين. الكتلة بحسب النائب الحجار شددت على ثوابت هوية لبنان الدولة والوطن، وهي تواصل السير على خطى الرئيس سنيورة، كما تتبنى تسمية الرئيس الحريري لتأليف الحكومة الجديدة. تؤكد الكتلة على اعتبار الخيارات الوطنية للرئيس سعد الحريري قاعدة متينة لحماية لبنان من المخاطر المحيطة وتحصين عوامل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي ووضع النتائج الواعدة لمؤتمرات دعم لبنان موضع التنفيذ من خلال حكومة جديدة يتطلع اللبنانيون إلى تشكيلها بأسرع وقت ممكن، وإذ تجدد الكتلة ثقتها بالرئيس الحريري وخياراته تتبنى تسميته لتشكيل الحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة المقرر إجراؤها مع بدء الولاية الجديدة لمجلس النواب. تشدد الكتلة على دورها في انتظام العمل التشريعي والحاجة لقيام ورشة تشريعية جدية لتحديث القوانين ومواكبة التوجهات التي صدرت عن مؤتمر سابق لدعم لبنان لجهة مكافحة أسباب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة ومعالجة الترهل الوظيفي المتفاقم في القطاع العام. وتتطلع الكتلة في هذا الشأن إلى سياسات تشريعية تحاكي هذه المتطلبات والحاجة لورشة إصلاحية حقيقية، وتعبر عن استعدادها للتعاون مع كافة مكونات المجلس النيابي للوصول إلى هذه الغاية المنشودة. وتعلن الكتلة في سياق هذا التعاون تأييدها لإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي، آملة أن تحظى اقتراحاتها بترشح أعضائها للجان النيابية بموافقة الزملاء من سائر الكتل. اللقاء الذي انتظر منذ فترة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط حصل عصر اليوم في بيت الوسط وتناول مجمل الأمور المطروحة. جنبلاط لم يعطي موقفا بالنسبة إلى ما دردش به الرئيس الحريري بعد الظهر عن فصل الوزارة عن النيابة، لكن جنبلاط كرر موقفه المؤيد لانتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا للبرلمان وإليل فرزلي نائبا للرئيس بمجرد أن الرئيس بري يؤيد الفرزلي، كما أعلن تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة. يعني بعد أن أعلنت عند الرئيس نبيه بري تأييدي كي ينتخب رئيسا لمجلس النواب اتجاه اللقاء الديمقراطي أن نؤيد تسمية الرئيس الشيخ سعد الحريري كرئيس لمجلس الوزراء، لكن يعني هذا يثبت بعد
بالاستشارات رسميا، لأنني أتكلم اليوم بصفة يعني أصبحت خارج الخدمة الفعلية كنواب، فعلى اللقاء الديمقراطي المتجدد أن يقرر هذا الأمر، وسيقرر هذا الأمر بعد عنا اجتماع بعد ساعة أي ساعة؟ ساعة 6:30. ماذا عن نائب الرئيس؟ وعد كما سبق وذكرت، وعد أن أساير الرئيس بري، ومش بس أساير، إنني هناك صداقة تاريخية نضالية تربطني بالرئيس بري، وعالم أن بعضهم يقول أن إلي فرز لوديعة سورية أو غير وديعة سورية، لا، لن أقف عند هذا الأمر. من أجل صداقتي مع الرئيس بري سأسمي يعني سأطلب من الرفاق، بعض الرفاق، أن ينتخبوا الرئيس فرزلي، وأترك الخيار للآخرين كما يريدون. في مطالب، بس هلا في رئيس كتلة جديد، مش أنا، شو رأيك؟ في رئيس كتلة جديد اللي هو تيمور، وهو بيسأل. كتلة لقاء ديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط أيدت انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة البرلمان، وتركت الخيار لأعضاء التكتل في الاقتراع المتعلق بنائب رئيس مجلس النواب. ساحة النجم التي تتحضر لاستقبال هيئة مجلس 2018 النيابي زارها متفقدا رئيس السن دولة الرئيس النائب ميشيل المر، ومن هناك وجه المر الدعوة لأعضاء البرلمان للاجتماع ظهر غد الأربعاء لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس عملا بالمادة 44 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب. كل الترتيبات لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة المكتب اكتملت، فبعد انتهاء ولاية المجلس منتصف ليلة الثلاثاء وفي اليوم الأول من الولاية الجديدة حضر رئيس السن النائب المنتخب ميشيل المر إلى المجلس، حيث استقبله الأمين العام عدنان ظاهر، ودخل الرجلان إلى مكتب الرئيس نبيه بري، ومنه وجه المر الدعوة لعقد جلسة عند الساعة 12 من ظهر غد الأربعاء لانتخاب هيئة مكتب المجلس، وذلك عملا بأحكام المادة 44 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي. إذن الرئيس بري بات محسوما انتخابه رئيسا للمجلس لولاية سادسة، إلا أن المعركة الانتخابية ستكون على منصب نائب الرئيس، وهنا أكد النائب الجديد المنتخب إيدي أبو اللمع أن النائب أنيس نصار هو مرشح تكتل الجمهورية القوية. نحن نائب رئيس بالنسبة لنا أنيس نصار واضح المرشح، ونحن طبعا بالسياق هذا نعتبر أنه لازم تتم الأمور بالطريقة الديمقراطية المعتادة يعني. وإذا ما طلع مرشحكم؟ بيكون طلع حدا تاني، وهذا الموضوع طبعا نحن منسلم باللعبة الديمقراطية. وإلى جلسة الغد، حيث سيكتمل المشهد في ساحة النجمة بحلة جديدة مطعمة 79 نائبا جديدا، بينهم شباب ونساء ورجال أعمال، بانتظار أن يبدأ المطبخ التشريعي ورشة عمل بعد هذه الجلسة المنتظرة. الرئيس نجيب ميقاتي التقى في مكتبه في بيروت النائب المنتخب طوني فرنجي، وجرى التأكيد على عمق الصداقة بين ميقاتي ورئيس تيار المرد سليمان فرنجي، وعلى توحيد الجهود عبر بلورة قوة ضغط في المجلس النيابي وداخل الحكومة لتسريع عجلة الإنماء في الشمال ككل. في غرفة التجارة والصناعة حوار مفتوح بين مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية والمجلس اللبناني للسيدات الرائدات حيال مؤتمر السادغ. التفاصيل في الفقرة الاقتصادية مع ندى الحوت. بدعوة من المجلس اللبناني للسيدات الرائدات، عقدت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية هازار كاراكلا حوارا مفتوحا ومؤتمرا صحفيا مع أعضاء المجلس اللبناني للسيدات الرائدات في غرفة التجارة والصناعة، شرحت في خلاله أهمية مؤتمر ساد للاقتصاد اللبناني. يعني أنا اليوم إذا طبقت برنامج الإنفاق الاستثماري حزيد النمو من 1.5% ل4% ل3%، بس هل هيدي الطاقة الفعلية للاقتصاد اللبناني، ولا الطاقة الفعلية للاقتصاد اللبناني إذا القطاعات الانتاجية اللي انتو هون بتمثلوها تسهلت أعمالها وتسهل المناخ وتأمن لها المناخ المؤاتي لتمارس أعمالها؟ أنا ما فيني زيد البوتنشال جي دي بي ل5% و6% و7%. نعم، هون
كان أهمية الركيزة الرابعة بالرؤية اللي قدمتها الحكومة هي استراتيجية القطاعات الانتاجية، واللي هلأ وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة taking the lead عليها، ومشان هيك كلفنا استشاري ماكنزي لحتى يباشر بوضع استراتيجية القطاعات الانتاجية، واللي كنا كتير حريصين على أنه يكون هيدا البروسيس participatory process، ومدام عليا موجودة معنا يعني خبرة ماكنزي اجتمعوا مع كل القطاعات الانتاجية بالبلد، الهيئات، النقابات، المجلس الاقتصادي، الصناعيين، المزارعين، مديحة ما بعرف إذا كمان اجتمعتوا حكوكم ليجوا يجتمعوا مع WLC، لأن احنا كنا حريصين كمان أنه من الليست أوف أورجانيزيشن اللي بدون يشوفون يكون WLC موجود. وكانت مداخلة لرئيسة المجلس مديحة رسلان تناولت في خلالها أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص. اليوم عم بتشاركي بنساء رائدات، كيف ستطبق فعليا الخطوات على الأرض؟ واليوم حضرتك كيف رح بتشاركي بهالموضوع؟ يعني إذا اليوم الحكي على صدر بالحقيقة، والباريس قبلها والبراسلز قبلها، كله مرتبط بالشفافية وبالأنتي كوربشن. إذا ضل في فساد ما في حيجي فاندز، فالشغل بده يكون إنه يكون في شفافية بكل الكونتراكت اللي بدها تصير تيوقف الفساد لنقدر ناخد فاندز. ففي عندك governance، أنا يعني نحن بابني الله يرحمه عملنا corporate governance للحوكمة، فعم نشتغل إنه تكون الحوكمة بالشركات، الحوكمة طبعا البنك المركزي عامل بالبنوك، بس حتى يكون في أكتر شفافية وتتطبق بالمشاريع الجديدة. النائب غازي العريضي لتلفزيون لبنان: القضية الفلسطينية تسكن داخلي ولن تموت، وأشكر الرئيس الفلسطيني على منح الجنسية الفلسطينية. فلسطين حق لا يموت. لم تكن هذه الكلمات مجرد عبارة عنونت كتابا للنائب غازي العريضي، لا، بل هي نهج طبع مسيرة حياته منذ أن كان عنصرا في منظمة الشباب التقدمي عام 1971. حمل القضية إلى كل المحافل ودافع عن أحقيتها. هو نضال مقدر من قبل فلسطين شعبا وقيادة، في إطاره يندرج منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجنسية الفلسطينية للنائب غازي العريضي. يعني أتوجه بالشكر مجددا إلى الرئيس الفلسطيني الأخ أبو مازن على هذا القرار. أهم فيه الحقيقة هو تأكيد أن القضية الفلسطينية لا تموت. أنا نشأت على هذا المبدأ، تعلمت من المعلم الشهيد كمال جنبلاط الذي قدم حياته دفاعا عن فلسطين وعن شعب فلسطين، تعلمت الالتزام بهذه القضية، وكبت نضاله وجهاده وتعبه ووفاءه وإخلاصه وأمانته موقعه الكبير الذي سخر لدعم القضية الفلسطينية، وكبت وليد جملات ولا أنسى كل مواقفه التاريخية المشرفة إلى جانب الشعب الفلسطيني. بالنسبة إلي شهادة كبيرة بعتز فيها، علما من حيث المتابعة اليومية، أنا أعتبر حالي ابن الشعب الفلسطيني، وفي حياتي محطات كتيرة بهذا المعنى، آخرة مثلا اتصالاتي دائمة مع عائلة عهد التميمي، مع والدها، مع نور بنت عمه، مع أهله، وكل مدي لاتصالات للإطمئنان عن عهد. يطول كلام العريض عن فلسطين المقاومة، وفي ظل مناخ نكبة العالم العربي وتخلي العرب عنها، ينظر بالكثير من فائض التقدير لعقل فلسطيني مبدع. العقل الفلسطيني عقل مبدع. ليس ثمة شعب مثيل للشعب الفلسطيني، أنا لا أبالغ في ذلك. تصوري أهم إنجاز طبي عالمي في عمليات القلب، عالمي، محط أنظار كل الباحثين وأصحاب الاختصاص في العالم، تم تحقيقه في نابلس. هذا الشعب المحاصر يبدع ويحقق إنجازات. العريضي ختم بالقول: الكلفة كبيرة والوقت طويل، ولكن هذا الصراع لن ينتهي من دون إقرار الحق الفلسطيني.
مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا. أنا وجلال نشكر لكم حسن المتابعة. نشكركم وإلى اللقاء.